تحس هنا واهلا اهلا هذا الشتاء هذا اجي الله مزال الله يدخل دلت على ما تدل عن التسامح والقوة، وهي لعبة جماعية كتتكون من فريقين، الفريق الأول كيظل من 7 لاعبين، الفريق الثاني 7 لاعبين، وكاين فريق كيلعب در كيلبس دراعة زرقاء، سروال سمبتي زرق، والفريق الثاني تاهو دراعة زرقاء وسروال سمبتي وجوج الشيشان، وكيكون الشيخ هو الحكم، نقول له حنا الشيخ، الشيخ هو اللي كيحكم. وكتحكم حتى هي قوانين كجميع اللعب الاخرى، الى تسجل البيت كتسمى ورعت، ولا قاست رجل اللاعب كيتسمى حرام، ولا حنا برد، ولا خرجت من الاطار اللي كيتحدد، ما كاينش اطار محدد، ولكن غير الشيخ هو اللي كيحدد الاطار منين تخرج ومنين تسجل البيت.